ما ينفعش يقول كلام زي دي. ده ما ينفعش يقول لو مات ظابط هنموت قصاده 10,000 من الاخوان المسلمين. احنا كلنا في الاخر ولاد شعب واحد وولاد امه واحده. المفروض تدرج كراجل مسؤول في البلد ما يدعوش للقتل, ما يدعوش لحاجه زي كده. احنا كلنا في الاخر ولاد شعب واحد, والمفروض يبقى في دعوه للتصالح. ضباط الجيش كلهم اخواتنا, واحنا بنحرم كل الدم سواء من الجيش سواء من المواطنين سواء من اي فصيل. كل الدم المصري حرام, كل الدم المصري حرام, كل الدم المصري حرام, وكررها 3 مرات. اما كون ان يقول اللي يموت الضابط اللي يموت نموت ابو 10,000, الزند تخطى القران وما عجبوش قران ربنا سبحانه وتعالى. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز, فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الزند لا, مش بيعاقب بمثل العقاب, ده بيعاقب ب 10,000 من العقاب. الزند ما يعجبوش القران وما يعجبوش السنه. الزند اكبر كذاب, اكبر حرامي. الزند بيعمل ده كله عشان الاراضي اللي استولى عليها. الزند ده معروف لتاريخ البشريه كلها. بقول لك انا مش عايز اخسر حب الشعب المصري. انا عارف الشعب مين اللي بيحبه, هذا المنافق, هذا الافاك. احمد الزند يا جماعه بيدعو الى حرب اهليه. ده المفروض قاضي رمز العدل, لا ده قاضي رمز الظلم. ده ما ينفعش يتقال عليه اصلا قاضي, ده ينفع يتقال عليه بلطجي. ما هو ده شغل البلطجه, ان انا اموت في الناس واقلب البلد من بلد ماشيه تمام لبلد تنتقل الى حرب اهليه. احمد الزند يا جماعه عاوز مصر تبقى فيها حرب اهليه. انا رايي في تصريحات الزند انه فعلا اثبت ان الثوره المصريه ثوره سلميه, ثوره طاهره, ثوره نقيه, وان السبب الاساسي اللي خلى المخابرات الاسرائيليه والامريكيه تجيب السيسي على راس مصر, وان تشغل الجيش المصري والشرطه مرتزقه شغالين بالاجره, فلما لقوا ان الثوره سلميه وان الاخوان بيحافظوا على البلد والثوار اللي معاهم بيحافظوا على البلد, فهم بصراحه استطولوا المسافه فعاوزين يحولوها لسوريا بدري بدري, مش قادرين.